الحمد لله طبعا لعيبة رجالة جدا، يعني كان نفسنا طبعا نوصل للفاينل بس ربنا ما أردش يعني إن احنا نوصل. الحمد لله قدرنا إن احنا نرجع بميدالية، ودي أهم حاجة بالنسبة لنا. يعني لعبت فرق صعبة مش فرق سهلة، بس الحمد لله احنا كنا مركزين وكنا منظمين نفسنا وكنا مهيئين نفسنا للماتشات دي، والحمد لله اللعيبة اللي موجودة لعيبة قلت أنا قبل كده عندها طموحات ولعيبة بروفيشنال كفاية ان هم يتعاملوا مع اي لعيبه حتى لو ليفل عالي خالص. يعني الحمد لله اللعيبه دي بتقدر تسد وبتقدر تأدي احسن كمان من اللعيبه بتاعت اوروبا واللعيبه بتاعت القارات التانيه. يعني الحمد لله طبعا ربنا كرمنا كرم كبير، وان شاء الله نركب الميداليه وهنبقى مبسوطين. احنا النهارده هنفرح وهندي الفرحه حقها عشان احنا مركزين واقفين على نفسنا بقالنا فتره، وبقى في كلام كتير الفترة اللي فاتت واللعيبة ومستوانا ومش عارف ايه ومش ماشيين كويس الحمد لله. يعني لحد دلوقتي ما خسرناش ماتش واحد بتاع كاس العالم دلوقتي طول الموسم. يعني في ما كناش ماتشات كتير ما كسبناهاش في الدوري، بس الحمد لله برضو مش ماشيين وحش. يعني لسه طبعا في احسن اكيد، ده مش احنا بس، طبيعي ان كل الفرق الكبيرة بيجي لها وقت بيجي لها وقت كده وبترجع تقف على رجليها تاني. هي دي الفرق الكبيرة أصلا. الحمد لله ما فيش يعني المناسبة أحسن من دي إن إحنا نرجع فيه. الناس كلها شافت الماتشين اللي فاتوا، حتى الماتش بتاع فرقة البرازيل إحنا كله عمل 100%، بس كان في فرص لو كانت دخلت كان الموضوع الماتش كان هيختلف تماما. بس زي ما قلت لك في الأول وفي الأخير هو نصيب. يعني كان نفسنا نوصل فاينل، كانت من الماتشات من البطولات القريبه ان احنا نوصل فيها فاينل، بس ما حصلش نصيب. زي ما قلت لك كان هدف بقى المجموعه كلها اليومين اللي فاتوا. خلاص احنا صفحه الفاينل دي اتقفلت، احنا عندنا ان احنا نرجع بميداليه، وهو ده اللي اشتغلنا عليه. واعتقد يعني النهارده الناس كلها شافت الماتش كان عامل ازاي واللعيبه كانت بتأدي ازاي، وكلنا يعني كنا في دماغنا حاجه واحده ان احنا ما نرجعش بس زي السنه اللي فاتت. عملنا برده بطوله كويسه، بس برضه ربنا ما قررتش في اخر ماتش حصل احداث غريبه كده في الماتش يعني ما حصلش وصيف. فالحمد لله ربنا عوضنا السنه دي يعني. يعني